أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والإخوة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب الشكر أثرنا اختبار رب سبحانه عز وجل سكن بلي ذوان وذ مولاك الإباحة من الله يبارك الوجوه النيرة لأذكر نفسي أكون سمحي لما يكون سمحي ببعض المعاني أي يشبه رب سبحانه في حدود الوقت المتاح. لا شك وسمي ردنا أي موضوع آخر ونسعى للعلاقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي مثلا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم السمسة ما إلا نهضرت في النبي صلى الله عليه وسلم ما تشيل معنى اسم السوث أكيد المحي خاطئ النبي عليه الصلاة والسلام إلا ذي التوحيد ما ذي لا إله إلا الله محمد رسول الله ذي الأذان وليس الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ذي التشهد أكو الصلاة الإبراهيمية من قبل الصليب ذا غد فريثيد وسنة السويرة باش يفيد المحيي ثقي تمزوال في السلاف الفرصة الثانية ذي الفرصة لتجديد العهد ما كان ذا كونفيرمي تجديد العهد ذا فورتيفي يعني تمتين الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم ربي مدين القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي ردي لك يتمس لي المؤمنين يقارصنا المؤمنين أمنث المعنى يس فكتسف فوذ الإيمان الوام سنرنيث الإيمان الوام فورتيفيث الإيمان الوام يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله صافي المناسبة يا جايز مثلا فرصة لتجديد الإيمان وتجديد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تزرب مثلا ربي سبحانه يتشجع يمشجع ذاك الملا بوين ديون العهد العهد أم القرآن ذنتي الجذرة إذ نصل وهو التوحيد ربي في القرآن يد في سورة الأنبياء يناد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ربي سنبي أمسوار والبذان كانوا ولكن لا يمس الرواية الصفات إسعى الأنبياء أكد ما لا النجمة عمتد ذي النبي صلى الله عليه وسلم ما تفضل أيوب بلا شك يسال غيش صبر عشان يقول هذا الجوال ام صبر سيدنا ايوب ربي القران الكريم يناد انا وجدناه صابرا اما ابراهيم الخليل اما موسى عيسى يونس اما لوط اما شعيب الصفات التي تفرقت عند الرسل اجتمعت عند النبي صلى الله عليه وسلم نجمع تدرس لذلك ربي قدر باش تنزل بالرحمه للعالمين الايه ستكن مثلا ربي ناد وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وينسى في نفسي ناد انا الرحمه المهداه طيب ثورة أن حاولت أن نخص الكاريزيمي كونسونتري إن شاء الله محطة محطة شغل اس ام اس رسائل بلغة العصر التزوير كان ثغرة ستمزوالوث الرسول عابدا العبادة في السلم الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولا يخير في سورة الذاريات الآية 55 من سورة الذاريات زر ماشي قلنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آية عجيبة يخلق ربي الجن أو الإنس ذنوكني يعني أيضا
الى عباده ينس زرمت دوس الايتين سوره الذاريات 55 لو كان فرض على سوره الذاريات اتولي بالعجب ما تسلم عجبا او دوك المسلمون الدوني مره اكل مالا سونس اكسبسيون هذا في لما نسد الايات الدينيه كثيره الوقت اللي سمعت دار غير ولكن باختصار ام كلنا في مانس مثلا ذي الايات السبعه ربي الناد والسماء ذات الحبك يهضرت في كنوان علي مرديني كنوان ذا شو اللعب شوفي قلال فينا وقال لي قال الاسترونومي علم الفلك زرد شو اللعب الاعاجيب المعجزات في الخلق الايات السبعه ربي الناد من سوره الذاريات والسماء ذات الحبك روح 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 على ماثيو غلاية 29 ربي مسد في القاعة وفي الأرض آيات للموقنين الأرض ذا فلاح أفلاح يخدم انتشور يخدم انت فلاح في مصر في يرذن أذ يفهم الآيات أما كانت يفهم ونقرى قرومي ذا شو مخلف وسط تجربة وسط مسلم ولكن وين استخدمنا لا هذه وعو العجب هذه فهم العجب يمدينا ربي وفي الارض ايات للموقنين مانيش نفسر باش نطول باختصار اس ام اس اكاديمي نروح الايه 21 ربي هضر في اللون في اللون غالي لما تساعد حاكم دولا يتوفي انفسكم افلا تبصرون او يدوي سبيسياليتي الدوليس مره ولي كانت كيماني امشي تفكر ربي يقرو امشي تفكر ربي الم امشي تفكر ربي قول القبائل مسؤوله غصور الرنارة ولكن صغرت بدونيف يول بمغار يعاش شر القرن إنا خلال ثلاثة داخل الجسة حكمت ثلاثة إلى الغرة لو كان تفسر غادي فوتاس ولكن باختصار إنا ثلاثة تحكم ذكوالي قول يحكم في قدار تسدو الله يوث العجب هاد فكرة شوية تفسير أم خلن أم خلسة تحكم في قوال زرا بيضا ظلم ثلواي ضد قبايلي في غدي في السلواي إن هيك مطر عذب أتوث شو المعنى يحدد البوابة سلفنا لي الشهر سلفتي مصري مش طاح وقالوا ونسينا قبايلي وهذا السيستير في المطايك خطر ماشي كان اللون سمس ليل خطر اشو ديننا ما فرعت في كناوف ادف كلاهو يا اخي فرعت اما فرعت فاسا ادف كلاهو ذي مطاو صح اترع فاسا ادف غني مطاو فاسا تحكم بالقوالي قول يحكم بالقضاره ذا قرنك القبائل أن دايس والقول إذ فعيث ضار أكلا ماشي أن دايس والقول إذ فريط ضار والمؤمن ديوسان غسخ من ربي ذو المسلي دي زوارا ولد نسارا أثيتي يخضو ربي مشى ضغو نسا دي شوت غالجامع باش أن دايس والقول أثيث فع ضار فماش ما تنخير ثاكي تسقفي لي في مسؤولة أكمل الغرض وفي الأرض آيات للموقنين الآية 20 الآية 21 وفي أنفسكم أفلا تبصرون ولكنت كيمانك إلسيك أمشي تمسلاي أم الزور أمشي فهم يتميز يرصواف أني كمش تواليد يفسنا مش الحون أمش خدمة يظهرنا مش الحون عجب وفي الأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون لا يجي يفدرس ربي ذي لا يثير في سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وكان يستخدم الألا يتوالي في كتاب الله المفتوح ذكي نوان ذكي ثلاث إلى آخره يتوالي في خلقه
أغرضا أغصرا وأحصرا باللي ربي ذي الحق تلت الآية 21. الآية 22 يغادر سيدي ربي أغرض في كنوان يعني وفي السماء رزقكم وما توعدون أي غرض سلامة كنوان ترتيب عجيب وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون 22 وفي السماء رزقكم وما توعدون الآية يمكن الآية فيها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها خير وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم شيء عجيب. طيب روح هذا من بغداية 49 أشوف دار ربي إلى ومن كل شيء خلقنا زوجين إعجاز آخر أما ذي الخلق أرقص تنطوخ أما في عالم الذرة أما في عالم السحاب في جميع العوالم ما نعلم وما لا نعلم ذي نمتي دار ربي ذا الآية كثيرة الآية ثايرة سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض لحشيش تجور إلى آخره ومن أنفسهم بعدنا ومما لا يعلمون ليبقى الإعجاز القرآني قائما أكن فغفلة ميسن أي نور السن أكثر بين السن ويخلق ما لا تعلمون هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أم بعد أنا من يغرز الآية عجيبة ذا شدنا ففروا إلى الله في الصورة نفسها معنى وين يسعى لله يفهمك لا يثبت لنا أثيك الشميون الخوف ذا العجب ما جم الخوف ما كان سوى الزلزلة نسوى ذي الزرمان نسوى ذي الوحوش خطر وقالكي من هو ذي ذن أمروا الفلاسة صح؟ أكد من الله أي تقرر أتسر ولا في الناس ولكن ربي مدينة ففروا إلى الله أكد تقرر ربي أتقر ضرورس معادلة عجيبة غلا نورمال أي تقرر أتسر ولا في الناس ولكن ما تقرر ربي أتقر ضرورس أليس كذلك؟ أم بعد ربي سبحانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أم بعد إناد إلى قبل ذلك إناد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذن أجمع الخير النبي صلى الله عليه وسلم عابد ثقية ونسيفة مثال في الطبق ثلاث إلى آخره ثورة طولة في مقطعين ثورة اختصرة فيما بقي من الوقت أدنوا هذا الواقع تيوري براتيك النبي صلى الله عليه وسلم يتصلى من مين ولا ذهر يسأل بجرحا ثناس أمنا عائشة بزاف يا رسول الله الشيني يعفيك يا ربي ثم زواثي قولا إناس أفلا أكون عبدا شكرا أجل سنيت سبع إن كن إلى عبادة ورمى سوتو تصنف يلي يقول أنوين إكس عام الزهر ذي الزاير تصنف نظر الله ذا رمضان صافي إكس عام الزهر أكثر ذا رمضان مش تصنف ذي الزاير يقول تيراتو عام الشيء يكتب مثلا أخو الدين تيراتو هناك خلل ميزوان شوال النبي صلى الله عليه وسلم يدينا بني الإسلام على خمس لسان بلي بعد التوحيد تصلف يقول لك شرط الشيطان يروية وسقارة أرتجوجة وسقارة أرتفنو وسقارة تفخ الخدمة ولسعى الخدمة سقارة تولى رترات هذا غطس يدي بيكا هذا يغور بيثا غطيت ذلك صوغ أمذياس يخدم السفرة إنا يسأل المؤمنين يوالرو في الوقت هذه لله ما تشكين عدة ضرب إن سلم ورمصال الله السوق ما يعمر ذي فرو غس ما يزنس الغلا في غادي نيغ وقيت في ذلك 55 إلو كو كنت ديني غي وقالي ساعة 60 جامي ظلم الشيخ الجامع عدنا في جوز المحنة تنقرات ذاش اسم المحنة يعني ما رستويني ونصال اللي صار في الناس هذه استقصي السينية مخلوقة هي صبا يتزلى جميع مشكلة على بالكم هذا الظرف في مني يعرقني ووال أمشي على السينية غير ربي الريماني ممكاني وممكان الشيخ يوم الساعة 60 سنة جميع الصوت
ان صرف لا صلاه الجنازه سي الاربع سي سون دروا ولكن مشى على صلاه. الله اكبر السي الله مخلوقه قال ربي سال الواقف اني اني دابك اتعقل نتاع الصح اتعقل الوقت رساله نقول اش شي تسمحين هذا تسلم الاذان يرفع البوس ديجا تسمحين القبله هذه بس تساموس المهم مزوره نورمالمون تي مشتي ولكن لين بيديكلار يعني ربي نمشو مني الشيطان يتكلير يقرا شي 60 سنه مازال ديجا الصيف ديجا كشي اللي ماشي مزول لاني ميست غزير كرسي سوا سوا صح ويقرص ثاني يخلو الهام شريف الهير وليك سدي صفي صفا ماما تخصك سوا لا الصليف او رمضان او الزكاة او الحج لمن استطاع اليه سبيلا وماشي انتو غادي شو تخصك اسي كلا خاصي كلا خلا ما يموت بقى الرسول عابدا ثاني اولا ثانيا الرسول مبلغا الرسول مبلغ على بالكم لو كان يصور الرساله وتصور راهي الحمام مي صوتيت سي بور سا تريني الرسول بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه يطبق شو سيدنا ربي ذي القران الكريم سينا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك يصوتيت كومبلي ثم كمان سي بور سا نقولي ثورا الوحي في تلك غادي يجي النبي صلى الله عليه وسلم الى قد صغر وتصغر وتصور الى اخره وين يغدر بك المله في سوره النحل الآية 125 ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الدعوة لتهجان في صلى الله عليه وسلم الوحي يغدي جامعة القرآن مات السنة إلى قفل السيوري تخلقي مرة ستمو سنين نفس على حسب فالزمر في النار ثانيا ثالثا الرسول مربيا تربيا يعني يذكر مثوى لظى ثمتنا مجتمع النظر ذي ذلك المثوى أتولي باللي ومقرن لي فالور القيم الرصمت وتقرر ثروي بروين الخلا تعمر ان شاء الله السير من سعاف وثمسعو ولكن ونسمير المخالف مالي غاوند بلي لي فالور توسد تاع صح سوتو لي زمان كي تعيش خاطر زيك ما كان ثورا زيك فريدي تربي الجامع تربي لا كون تربي لا وجود تربي كلشي تربي مي ساكي ثوار وكاد المربين الاباء والدين الى اخره الزرانه بلي تربي يا ثوار الانترنت سيا البارابول سيا لا كولتور ساشتر تو سات سيماريكان سيا الى اخره الرواقه كل ديناب هاد الشتم لا كولتور راجيات لي فالور تيجتيني الو لي فالور كيش معناتها الخير واش نسمع الواجب ماشي لا يجوز غادي نروح لمدينة لا سيدي يمي غنكمي واش الشتم على الانترنت ولاش البارابول كلشي لا يجوز زعما فيها مشكلة انت لا تعرف شيئا سي مرة لا تعرف امي ما الا تغلق راس كلش هادي راه هادي وانت مي وريني على كتافك افهم الميراث النبي عليه الصلاه والسلام المنهاج النبوي في التربيه وفي نفس الوقت لك اجور افهم التحديات اقول نبسا ام كل غوري ساعة فراف ام كل الطاني ساعة الدواء اشفت دواوي او تسفرات ذاوي الحليش بسا سلمناج النبوي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرب لي الحق سناد يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم في آية أخرى يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة التزكية على التربية ونسيف كان النموذج القدوة العليا سيدة عائشة بنت استقصى هشام بن حكيم صحابي عن خلقه في الناس كان خلقه القرآن ثلاثة مسلين في الرزيمة كلش وربي نادي الحقيس وإنك لعلى خلق عظيم
وتسينات إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وينات إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وينات ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، وينات اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تلقها وخلق الناس بخلق حسن، وينات إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لو كان قيمة ساعتين وكفوا غير الأحاديث في الأخلاق. فلا دي سيدي لا في الله المسلم أو تورب برا نكلي من تورب برا إيميت متسبيرا به يتنصي نفي جد كلش ليتاج كومبلي أو غور في نغ مقرد بس المسيحي إنا يخي الدين النغ يغضر في المحبة أو في ترفقيا نغس في كييت والحمد لله سنغ الإنجيل خيرس حفظه أخيرس بغاس تشوى النصوص عاون اختي ذي المسيحية نغاس له قيدي مالي أرضع سوى يعكفو حبس غرب أكسر الله سيد القرآن في السنة أخذ كل غض كان أكا عمل في كذا مسا كذا يا ذي الصلاة الإسلام محبة اسم الدين محبة المحبة والروح شو الخير ذاكي شو ذي المحنية كيف تفكر الأدلة في العقيدة في الشريعة في منظومة الأخلاق ثفنا شرف ماشي كلك توجيهات خاطئ شرف مغدي في كلمة سبحانه صلى الله عليه وسلم الأحاديث هذه إرني أعطينا نبرتي أم كاس تغطر ذو خام أتروح دين فكي هكا سلاح قدر جو مالكيني ولا نواكي تسقر ذو كيني نفكت اسمي غلا ربي نار لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها صح؟ لو كان تفضي ما يقول هذه ستفضي هذه صوب الله كاش ربا تسلك إما تفضي يقول أدرد التبوة دام الله أرشو لقد يسي في الأربيض أشي يشم سنكون وارد جاي بو سلعقال يشم خمسي تبوف لدي طايل إلا دي طرفك يوصفت يظن من ذي عليه الصلاة والسلام إنه وين ريوانين يون إن سلم سيرت مغلي ربي سبحانه القيامة عاقف ما تشمل الخوف سويس أشو دينا من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة يرث مغلي دي جميلت صح؟ نسيق دينا فين الدتاي إليه وتمسكك في وجه أخيك صدقا تصير قد من همك بالصدقة إلى آخره الرسول مربيا ثقل المحطة إذا عابدا مبلغا مربيا في صربعة معلما النبي صلى الله عليه وسلم معلم وعلمكم مجمعة الخير أشوف في هذه الحادثة سنة فيها طلب العلم فريضة على كل مسلم يفكى يسازل إذ مسلم ذين بذغتين إلا غتغرم ذا غتغرم العلم النافع العلم النافع ذي العلم يشد الدين إذا ما دينا شو المعنى إيس ربي دينا اقرأ باسم ربك يعني إموس أولاك يخاطب الجامعة ما إلا مثلا أمدسة طفيل يغرى الميشار يبضل الطب ما يمنص ربي هذه يستخدم لا ميدسين ويني الهام أنا ينفع أن تأخذ القيف إلى آخره ما إلا مريش بلغ القرآن الوحي اسم ركيني أيوة نخدم ذا قيدي ميشلي نخدم ذا عين حمام لابوراتورا دي خدم الكلوناج الكلوناج تزرب ذا شو معنات ستادير سوكسني يخدم الكلوناج يخسي دولي في 97 وغالي ذي الشميث ديوث الشاهية في الشم العباقرة الأذكية والأغنياء أسقارا ونحواجرا خلفا وجود ونحواجرا زواج ونحواجرا ولو أتروح اللابوراتوار عندنا يموسناون أتسوف لي في اللاسيلون لا تيان زرم في الديطايق يموسناون زران أكيد سوف لي كلوناج أي خدم الفوتوكوبيش أمش أدفر أدفام الشيء من بعد الشيء ديون تيونال في العجل ولما العلم بدأ ينفصل عن الدين فصار مدمرا خلاص نقول في هذا الموضوع العلم عمار أو دمار أذي عمر غادي يموت أذي فين غادي يموت
أذي فلو ما يشدر الدين، أذي هود ما يبعث في الدين. لكن باختصار ربما في النقاش نعطي تفاصيل أكثر. إذا يا جماعة الخير، العلم من ولف سي ثمغلي من الحضارة ونسميها أن فلو إن سيفيليزاسيون بلا مسلم، إلا قل العلم، إلا قل العلم. لذلك الشاعر زماني الناياس: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فقال العلم أنا أحرزت رايته، وقال العقل أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في فرقانه اتصفا، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. العلم والإمام علي يقول ربي فلاس إن العلم كذا المال لهذه سينا أذري أكت مسني بسافوار لهذه سينا إن إيش، ولكن ما تخترى أتخترى بسافوار لنا سيغا إن إيش، لأن العلم لأنك تحرس المال والعلم يحرسك. لحد البول ما تسير الشيء أكيد يمانك تعصر صح؟ تسير تركتون تبرز دمكان، تسير تهم هاندا تفرر، سالي مليار في براس دمكان واشوا نوفل، سال 10 كاميون اسمح لي التجاره، ما لكش من السبعه تزيد شي نارا وتقرا لا باش يخدم لا حصره راكم ماشي بورطابل يلحو. معليش ماشي للعلم باذن الله، ماشي للعلم ان شاء الله ربي بركات يسلم ربي ان شاء الله، ولكن فغير ديني ولكن كان دير سيدي علي المال انت تحرسه، أتعصر وتفضل الفلاس، ولكن العلم هو الذي يحرسك. سي العلم صار الحلال الحرام، سي العلم تخلو الحضارة، سي العلم أرى يصفو ربي سبحانه وذمينه يوم القيامة. إلي غدير في سورة البقرة الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هل يمكن للشهيد أن يكون غائبا؟ يسكيون إسماعيل أن تموى إذنيه ولكن ولا شيء يا هكا يغرى شو يغرى أشيني كانت الشهادة مثل اللي راك اللي غرى أمشي نقض الشهادة. كيف تشهد الأمة على سائر الأمم مثل صغار الأمة صغار صغار في لاكرونومي صغار في لاميدسين صغار في لاتكنولوجي صغار في لاسترونومي صغار أولا كي قال الجلال وقال القرن اللغن واللين يرشين ون سخدم تسكوين ينفعني وثمر ربي ما تتقيم حانون زانون أتضيع من وقت نون أترصم لين يرشين ون ذي والو سعيد الله غيش قوى أو يثيد الفغاء أذي تبقي في الآية كثيرا ويسلم فقط باش ربي سبحانه غي سمح ويش يروي في الآلة ذيوث الآية مثالية سورة في صلى الله عليه وسلم شد الشهادة ولذ كان أتفتغ أسمس الآية 143 من سورة البقرة إنت في الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس كمل ويكون الرسول عليكم شهيدا. على بالكم إيش هذا والله إيش هذا النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إما أنفرح إما نحزن إما أفرح إما نستحزن. الآية 41 من سورة النساء سجدت سورة النبي عليه الصلاة والسلام فقد صار عاد ثلاث سايس بغا يموت زرميلا إناس بن مسعود إناس غريب القران الكريم استحى يعني الزمر شد القران صلى الله عليه وسلم فقداش إناس يا رسول الله الله ما سمعك إناس أقرأ عليك وعليك منزل أمشي تغرق القران فلاك الشينية فلاك تنزل أشو السنة عليه الصلاة والسلام الله يبارك كني ماشا أونت الله يبارك يدي يستبوث إنس أحب أن أسمعه من غيري حبلة أتستغروية ذغفيقة فصوت النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يقريقة يبض الآية 41 إنس حبس حسبك ذغينك توالي يتسلوب في صلى الله عليه وسلم على بالكم شيء يتسلوب ذنكني ذنكني سبين طاوليس ذنكني الأمة يعني إمشتاد بلا صلاة والسلام وكذفاقا سي الأمة الذين أقاموا الشهادة على الناس وقال يصفر حد يفرح الميترو خاطر في كولا في كولا سايح أتسرو سوا شو ذو الفرح
أكديوي والخضار الصفراح إذ غسروا ما فرعون أسود أما كنيس مر أذوت والنكس الحزن إمكثة في عصاة السلام الغافلين. وقال مدينة ربي في سورة الأعراف الآية 205 إن ياسن ولا تكن من الغافلين. ضرب الآية عجيبة ودينا ولا تكن من الناسين ولكن سعى ستين سنة مازال يتخمم هذه الصرخة صح؟ مشكلة إلا قد يفرو سي تان دوسي إلا قد يفرو رابيدمون أما كي تخمم في الدوسي لارو ترى تكون شغلوية معليش ميم الدوسي إلا قد يفرو رابيدمون ولا يؤجلوه لأن تأجيل التوبة هو ذنب يحتاج إلى توبة. المهم دغا النبي صلى الله عليه وسلم باش نسال الآية 41 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. خلاصة القول خلاصة القول تقيت شوط يتشهر التركة من في صلى الله عليه وسلم التركة من في ماشي تموث ماشي تزموث ذي الوحي ذي النور تفاث إلى أن حفظ تركاس والسفايلين وتلفكي وياض جيرام ثلاثيث ألف من الليث سلام الله.